إنه أول ملعب للكهول في لندن، الجميع هنا فوق الستين، وفي هذا الجزء من هايد بارك بات بإمكان المتقاعدين ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق بواسطة آلات مخصصة لهم. هذه الآلات من مختلف الأنواع هدفها مساعدة الجيل الطاعن في السن للمحافظة على اللياقة البدنية. أعتقد أنها فكرة رائعة لأنها تضع الناس في الطبيعة وتدفعهم إلى التمارين، هذا ممتاز. إنها فكرة مبتكرة وهذا سيجذب الناس لأن مفتاح الصحة في سن الشيخوخة هي التمارين. أمل أن يستعملها الناس، وأعتقد أن وجود شيء كهذا في وسط هايد بارك أمر رائع بالنسبة لكبار السن لأنه من أجمل المنتزهات في العالم. فكرة إنشاء ملاعب للمسنين تعتبر شائعة في الصين، وفي أوروبا أنشئ أول ملعب من هذا النوع في برلين عام 2008، وتبعه افتتاح ملاعب أخرى عبر القارة. تجهيز الملعب بالمعدات تطلب 50,000 يورو، والمسنون يدفعون بدلاً لاستخدامهم هذه المعدات. مهما دفعت من مال لن تملك المعدات الموجودة هنا. منتزه هايد بارك يستقبل حوالي 5 ملايين زائر كل عام، والمجلس البلدي في المنطقة يأمل أن يساعد المنتزه المسنين على بناء علاقات اجتماعية. هذا الملعب لديه بلا شك معجبون وأصحاب الفكرة واثقون بأن مشروعهم ما زال في بدايته. أتلقى العديد من الرسائل من أشخاص يسألون كيفية إقامة شيء كهذا. آمل أن تنتشر هذه الفكرة في كل مكان. قد يمر وقت طويل قبل أن يتحول المتقاعدون إلى أصحاب لياقات بدنية، ولكن بالنسبة لهؤلاء فإن بضع ساعات في هذا المنتزه قد تحدث فرقاً.